أتمنى بس تذكرون أخواننا المرابطين في غزة بدعائكم الخالص، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. وأخيرا حصلنا نيسان زد 2024 الجيل السابع الجديد كليا، راح نشوف إن شاء الله نفصل بفيديو هذا مع بعض. حياكم الله ومشاهدة ممتعة. في البداية حاب أشكر شكر خاص لنيسان بوطين على توفير السيارة للتجربة بشكل كامل، راح تلقون كافة تفاصيلهم في وصف الفيديو أسفل الفيديو، أرقام تواصل وأيضا سعر السيارة ليان اليوم وحتى موقعهم الإلكتروني وموقعهم في جوجل مابس. وسعر نيسان زي عندنا في الكويت 18500 دينار كويتي، راح يطالك الحين تحويل للعملات الأخرى. أتمنى تكون مشاهدة ممتعة للجميع كالعادة. خلونا ناخذ جولة تصويرية عن سيارة من كل صوب ونكمل بالمواصفات بعد ذلك إن شاء الله. في البداية خلونا نشوف المحرك، والمحرك يكون حجمه 3 لتر توين تيربو مثل ما تشوفون، حجمه 3 لتر يولد 400 حصان وعزم 475 نيوتن متر، متصل بجير اوتوماتيكي من 9 سرعات ويتوفر ايضا على جير عادي من 6 سرعات. والمحرك هذا من عائلة الفي ار، وهو يكون خليفة لمحركات الفي كيو، الفي كيو الشهيرة لأفضل 10 محركات في العالم. وعائلة الفي ار تنقسم إلى ثنتين، في دي دي تي تي وفي دي اي تي تي. الدي دي تي تي يكون في نظام حقل الوقود المباشر الموجود ويانا على النيسان زي أو النيسان زد. العائلة الثانية اللي هو دي اي تي تي يكون فقط حق النيسان جي تي ار، يكون تقريبا مشابه للمحرك هذا مثل ما نعرف احنا من نيسان جي تي ار، مختلف عن المحركات نيسان الثانية، يكون حجمه 3.8 لتر، هذا يكون 3 لتر توين تيربو. من نفس العائلة يطلع لنا محرك الزد الجديد، والمحرك يكون مثل ما قلت لكم توين تيربو، يكون الانتر كولر مال التيربو موجود فوق مو اسفل نفس نظام السوبرا تحت، لا هذه تقنية ثانية مستخدمين نيسان انه يكون فوق موجود. بشكل مختصر الويست جيت او بوابة التفريغ او بوابة التصريف تكون الكترونية في السيارة هذه، في حال انه زاد الضغط على البرشر مال التيربو نفسه راح يفرغه عن طريق اكتويتر او محرك صغير يفتح ويبطل، يخلي الضغط العالي يروح للإكزوز نفسه أو العادم. مثل ما نشوف هذا البار هذا يقوي من صلابة البادي نفسه، مثل ما نحرف من توزيعة نيسان زد تكون هنا الباتري، أيضا هناك البريك فلويد معزول بشكل ممتاز. ومن الأشياء الجميلة أيضا الموجودة في حجرة المحرك أنه في مشبكين فوق مثل ما تشوفون، نفس السيارات الأوروبية يعطيها صلابة روجيديتي في صلابة الكبوت نفسه، والكبوت او البونت يكون مصنوع من الالمنيوم قطع المحرك، فوزنه خفيف جدا. نيسان زد 2024 الجيل السابع، زي ما تشوفون هذا هو شكل المفتاح، تمنيت يميزونها شوي يغيرون شعار نيسان يحطون مثلا الزي، لكن هذا هو المفتاح ما فيها تشغيل عن بعد. من منظور تاريخي السياره ما شاء الله ممتده من سنه 1969 مثل ما تشوفون بالصور، هذا اول جيل من نيسان زد. طبعا نيسان زد سوت ثوره في عالم السيارات، غيرت مفهوم السيارات بشكل عام، السبورت اتكلم الرياضيه. طلعت سنه 1969 كان ما في سيارات سبورت او رياضيه الا الغاليه جدا مثل لامبورغيني ميورا والسيارات هذه الغاليه. طلعت نيسان زد وغيرت المفهوم هذا في عالم السيارات، وصار يعني السيارات اليابانيه المقبوله سعريا وتكون رياضيه صغيره كذي للاستعمال اليومي بشكل عام، تقدر انك تستعملها استعمال يومي وايضا تستمتع فيها بنفس الوقت. هذا هو مفهوم النيسان زد، مفهوم السيارات الرياضيه اليابانيه. نيسان زد الجيل السابع مبنيه شاصيها على الشاصي السابق، نفس الموستنج الجديد، موستنج الجديد حتى مبني على الشاصي القديم، لكن هذه تكون زادوا الصلابه فيها بشكل ممتاز، عدلوا نظام الالتفاف والالتواء في الشاصي نفسه، فغيروا فيه اشياء ممتازة جدا تعتبر، ومحرك جديد بالكامل. السيارة فيها إيحاءات تصميمية جميلة جدا من ناحية الأمام، تحس إن السيارة نفس سيارة الزي القديمة اللي هو 69 مثل ما تشوفون، شكل بيضاوي للإضاءات،
يوحينا إلى يعطينا إيحاء للسيارة القديمة نيسان زد، حتى من الخلف تكون مستوحاة من نيسان تيربو، أول تيربو طلع بالثمانينات من وراء مثل ما تشوفون الحين قاعد أصوركم من وراء، ويعطيكم صورة عن الجيل اللي مستوحي منه الشكل السابق. فخارجيا السيارة جدا جميلة وملفتة جدا للنظر. من أبرز منافسينها حاليا تويوتا سوبرا، هذه السيارة وتويوتا سوبرا يعتبرون حاليا راس براس. من أعظم السلام الموجودة في السيارة الرادار المتفاعل الذكي، وأيضا فيها النقاط العمياء موجود في السيارة، وتكون فيها الحساسات الأمامية والخلفية مع خاصية استشعار الرجوع إلى بالخلف، في حال أنك ما شفت يمين ويسار راح تضغط السيارة بريك من نفسها أو توقف وتوقف السيارة من نفسها. نظام المقود أيضا يكون كهربائي في السيارة بالكامل، لسه تقول لكم داخل حجرة المحرك، فيكون كهربائي بالكامل، ما يكون في طرمبة زيت وأشياء هذه، لا تكون كهربائية. وهذا هو شكل التصميم اللي بالأمام، مثل ما تشوفون الإضاءات تكون LED بالكامل، حتى الضوء العالي يكون LED للكريستالات هذه اللي داخل، مع الإشارة اللي فوق تكون يلغي الضوء النهاري أو Day Running Light، تكون تصير الإشارة نفسها، وهذا الضوء العالي مثل ما تشوفون. صراحة شكلها جميل من الأمام مع هذا الشبك اللي يكون من لون المعدن أو لون يسمونه جن ميتل أو معدن البندقية نفسها، يكون شكله جميل صراحة. والحساسات مثل ما تشوفون موجودة هنا، هذه الحساسات موجودة على الجنب مخفية بشكل جميل جدا. أيضا شعار نيسان الجديد، وعندنا الرادار يكون موجود هنا بالأسفل. هذا هو شكل الإضاءات مثل ما تشوفون، الإضاءة النهارية تكون شكلها كذي. طبعا هذه ترمش من الكاميرا مو من الليت نفسه. وعندنا سعة خزان الوقود تكون 62 لتر، مع صرفية الوقود اللتر الواحد من البنزين يمشيك 9.4 كيلو، فراح تمشيك قرابة 582 كيلو. طبعا مش هتطيع كل الأرقام هذه على حسب ظروف القيادة، ويفضل أنك تعبيها 95. طبعا ما شاء الله حجم الوقود هذا جدا عملاق، مثل ما تشوفون في تصريف للماي هنا، فيطلع الماي بشكل ممتاز، فحجمها جدا عملاق، أكبر من إيدي بشوي. أبعاد السيارة الخارجية تكون في العرض 1844 ملي متر، وطول قاعدة العجلات من الإطار الخلفي إلى الإطار الأمامي يكون حجمها 2.55 متر، الطول الإجمالي للسيارة تكون 4.37 متر، وارتفاع السيارة عن الأرض تكون 1.31 سنتي. وحجم الإطار اللي بالأمام مختلف عن حجمه بالخلف، يكون مقاسه 255/40-19 إنش، وحجم الإطار يكون مختلف عن حجم الإطار اللي بالخلف، يكون مقاسه 255/40-19 إنش، والرنج نفسه يكون من شركة ريز ويكون فورجد فوزنه ممتاز، ونظام الفرامل يكون من شركة أكيبونو اليابانية، أكيبونو، أتمنى إني قلتها صح. الكليبرات تكون باللون الأحمر، شكلها صراحة جميل طالع. ونظام التعليق في نيسان زد تكون مختلفة عن نظام التعليق في سوبرا، هذه تكون بالأمام دبل وشبون، وبالخلف تكون مالتي لينك متعدد الوصلات. السوبرا تعتمد بشكل قوي يعني على نظام التعليق مالها اللي هو AVS اللي هو Adaptive Variable Suspension، والإطارات بالخلف تكون أكبر، مقاسة 275/35-19 إنش، حتى بالارتفاع مال التاير نفسه البروفايل يكون أرفع شوي 35، بالأمام يكون 40. والإطارات تكون من بريدجستون بوتنزا، ممتازة جدا في التماسك. وهذا هو التصميم الجانبي للنيسان زد الأسطوري. عندنا سيف الكاتانا اللي فوق، هذا يسمونه سيف الكاتانا الياباني، اللي هو التصميم جانبي كذي جميل جدا. طبعا عيان اليوم تكون لون واحد موحد، في تجي لونين تو تون، اللون الأسود الفوق واللون العادي. مثل ما نشوف التصميم الجانبي الجميل للسيارة مع شعار زد موجود على البي بيلر. والسيارة تكون فاست باك تو دور، يعني بس سيتين من داخل، مقعدين، ما تكون أربع مقاعد، نقدر نقول نسميها رودستر. الشعار الزد أتمنى أنكم تشوفونها بشكل واضح، راح أحط لكم حرف الزد شلون التصميم هذا يعبر عن النيسان زد، فهذا يكون حرف الزد نفس الشكل هذا، أتمنى يكون واضح. والسيارة بالخلف مثل ما قلت لكم هذه مستوحينها من النيسان زد التيربو، حتى الشعار هذا الجانبي فيه علامة الزد مثل ما تشوفون. عندنا حساسات موجودة مع عوادم مزدوجة في ديفيوزر مشتت هواء لونه أسود بالأسفل مثل ما تشوفون. وعندنا أيضا الكشاف الضباب موجود مثل ما تشوفون موجود هنا، وهذا يكون من البيانو بلاك،
هذا الكامل الخلفية تكون موجودة هنا. الإشارات تكون بالLED مثل ما تشوفون، عندنا بصمة الزد موجودة هنا، وعندنا شيء مخفي منذ 1969 مثل ما تشوفون. خلونا نشوف سعة التحميل. طبعا هذه ميزة عن السوبرا، السوبرا ما فيها زر تبطل الشنطة الخلفية أو الصندوق الخلفي، عندك الزر موجود هنا أسفل علامة نيسان. هذه هي مساحة تحميل الخلفية أو الصندوق الخلفي، يعتبر مميز عن التويوتا سوبرا لأن يكون فيها فتحة تحميل تكون أكبر، أيضا تعتبر جيدة يعني بالنسبة للسيارة والحجم، هذا تعتبر ممتازة للتحميل. طبعا عندنا هذا البار أو العمود هذا لزيادة صلابة السيارة، يسمونه rigidity أو الصلابة، فيعطيها شاصي أقوى بفضل هذا العمود. بالأسفل عندنا هنا مكان مو مكان تخزين، في عندك ما راح تلقى السبير، راح تلقى شيء للبوز وأيضا عدة الجيك والأشياء هذه. مو حاطي لك سبير بالسيارة، ممكن تطلبه منهم يعطونك الجيك أو التاير الصغير اللي يمشيك فترات قصيرة. وعندنا هنا في علاقات أعتقد أنها حق الستارة الخلفية، تقدر تركبها في حال أنك خذيت الستارة. تسكر الدبة، ما عندك مسكة هنا، لازم أنك تمسك الصبغ. السوبرا موفرين مسكة هنا تقدر تسكرها. خلونا نشوف نيسان زد من داخل. طبعا تخلي مفتاح بجيبك، كيل سنتر الدخول ذكي بدون مفتاح، بس بسمعكم صوت اذا قفلت السيارة، غريب صراحة. فتخلي مفتاح بجيبك، تقدر تفتح من هنا او تفتح عن طريق الزر، راح اوريكم اياه ان شاء الله. عندنا فتحة الباب اللي ماخذينها من الجيل السابق اللي تكون كذي شكلها، وفي هني زر تبطل الابواب. المنظرة تكون موجودة هني، وايضا تكون فيها ضوء الاشارة موجود على الجنب. والابواب تكون فريملس اكيد بدون اطار، اللي يعطيها حس رياضي جميل. ايضا الدرايش او الزجاج يكون للنوافذ عادية مو مدبلة. عندنا المواد ممتازة جدا بالداخل، عندك نفس السوفت بلاستيك والجلد والشموة، وفي مكان تخزين بالأسفل. نظام التحكم في النوافذ أوتوماتيكية بالكامل مع طي المناظر بشكل تلقائي هنا. وعندك مسكة الباب نفس الجيل السابق بالضبط، مع فتحة تكييف موجودة ضمن الباب نفسه. عندنا نظام سمعي مميز من بوز، راح أحط لكم عدد السماعات الحين راح يطلع لك. والعتبات الجانبية فيها شعار الزد مثل ما نشوف، سيارة تنصنع في اليابان بالكامل. وعندنا المقاعد شوي مختلفة عن مقاعد السيارات الثانية صراحة. عندك هنا طبعا المقاعد فيها ايرباك جانبي، عندك هنا تحكم يدوي في ارتفاع المقعد اللي بالأمام من هنا، وهنا التحكم في المقعد بالخلف، فتقدر تضبطه على حسب اللي تبيه انت بالضبط من المقعد. المقاعد جميلة جدا، فيها مواد مستخدمين نفس الشاموا وأيضا الجلد، ودعم الجسم الجانبي أو سايد بولستر ممتاز جدا في المقاعد. عندك تكون سليك توب أو بدون فتحة موجود بالسقف، مع المايكات أو الميكروفونات هذه لإلغاء الضجيج في اتجاهات معاكسة عن طريق النظام السمعي من بوز. صراحة مقاعد مريحة جدا، وأيضا تقدر تتحكم في ظهر المقعد وأسفل المقعد كهربائيا مثل ما تشوفون هنا. وفي دعم لقطنية الظهر عن طريق الليفر هذا أو المقبض، تسحبه تحت وينتفخ لك المقعد مثل ما تشوفون. في البداية خلونا نشغل النيسان زد، راح أحط لكم الكاميرا بالخلف عشان تشوفون صوت السيارة الجميل. خلونا نشوف النيسان زد من الداخل. خلنا نشغل السيارة، عندك زر التشغيل يكون موجود هنا. في البداية عندنا عجلة المقود تكون جميلة جدا صراحة، مستوحينها من النيسان جي تي آر مع التطريز المتداخل والجلد الجميل جدا. شعار الزد موجود بالنص، عندك الأزرار الخاصة في الشاشة راح نشوف إن شاء الله مع بعض هني، خاصة بطول تقصع الصوت وأيضا الشاشة، وهني الشاشة لها أشكال مختلفة راح نشوفها إن شاء الله. عندك هني مثبت سرعة من الرادار المتفاعل الذكي، أيضا نقاط العمياء موجودة هني داخل السيارة مو على
مناظر خارجية. عندك البادل شيفتر موجود مستوحينا أيضا من الجي تي آر الأسطورية. عندك هنا عصا التحكم في المساحات وعصا التحكم في الإضاءات تكون موجودة هنا مع الكشاف الضباب الخلفي. وإذا حسيت نفسك تقدر تسوق السيارة بدون نظام التحكم في الثبات، تقدر أنك تضغط على زر التراكشن وتستمتع في السيارة. بالداخل جودة المواد ممتازة جدا تعتبر، يعني كداخلية تعتبر مواد ممتازة جدا مستخدمين. أيضا شكل الأسطوري للثلاث جيجات هذه أو الثلاث عددات راح أشرح لكم إن شاء الله عنها، جميلة جدا صراحة. نتكلم عن الثلاث جيجات أو ثلاث عددات اللي فوق اللي على اليسار، بوست مال التيربو في حال أنك ضغطت زيادة راح يوريك، وبالنص سرعة التيربو نفسه مضروبة ب10,000 RPM. وأيضا على اليمين عندك عداد اللي هو عداد البطارية أو الفولت مال البطارية. وعندك الشاشة اللي بالنص، الشاشة تتحكم فيها عن طريق الأزرار اللي هني. بتشوفون أشكال مختلفة للشاشة، طبعا ما شاء الله جودتها جدا ممتازة وإضاءتها تعتبر ممتازة جدا. عكس السوبرا كانت شوي مظلمة صراحة، أنا أشوفها كانت شوي مظلمة. عندك الانهيس تقدر أنك تستخدم هذه، طبعا صراحة أجملهم أجمل شكل للعداد. هني فقط يعطيك معلومات زيادة عن السيارة في حال أنك تبي تستخدم، مثلا تشوف كم تمشيك وقود، ايضا تاير بريشر راح يطلع لك هنا. شوف الجرافيكس يعتبر ممتاز جدا وما في اي لاج او شيء من هذا القبيل. تقدر انك تغير الشكل تشينج فيو وتروح على السبورت. السبورت صراحه اجمل واحد فيهم. والسبورت علمين يعطيك انجن اويل تمبرتشر، حراره زيت المحرك، واللي تحت حراره الجير نفسه، واليمين عندنا حرارة زيت الديفرنشال أو المحور الخلفي. المحور الخلفي بالمناسبة في ليميتد سليب ديفرنشال ميكانيكي ممتاز. أيضا الووتر تمبرتشر اللي فوق اللي هو الكولنت، المفروض يسمونه كولنت مو ووتر، شيء غريب. أي مهم عندنا أيضا يكون ستاندر، أو في حال أنك غيرت نظام القيادة عن طريق الزر اللي موجود هنا فقط يطلع لك سبورت، يعني ما يعطيك جرافيكس ثاني. وعلى اليسار تقدر تغير البوست هذا، مثلا تروح عند الجي فورس او تروح الاب شيفت انديكيتر اللي هو فوق هذا العداد، تقدر تخليه انت على اي دوره محرك، على اي عداد دوره محرك. ضغط التواير موجود تحت، عندك اعداد البنزين. صراحه الشاشه ممتازه جدا، ما تلهيك ولا تعطيك يعني قراءات انت ما تحتاجها بزياده يعني. والشاشه الوسطيه مقاسها 8 انش، دقتها جدا ممتازه، استجابه اللمس ممتازه. ايضا عندك ايضا اختصارات لها، تقدر انك مثلا تشبك تلفونك وتصير ابل كار بلاي او اندرويد اونتو عن طريق السلك الموجود تحت. ايضا عندك هنا الاعدادات خاصه في الشاشه نفسها، تقدر تحولها الى اللغه العربيه. الشاشه بشكل عام فيها اختصارات ممتازه. عندك الكاميرا هنا، تقدر انك تعدل على الكاميرا او تقدر تشوفها اذا ضغطت على زر تخليها رجوع الى الخلف. اذا ما تشوفون فيها ارشادات ايضا من ناحيه إذا لفيت يسار ويمين يعطيك إرشادات السيارة وين راح تكون بالضبط. والشاشة تدعم البلوتوث، تقدر توصل تلفونك عن طريق البلوتوث وتستفيد من تشغل عليها مثلا أشياء، أو أنك ترد وتغلق على ترد على الاتصالات اللي جايتك عن طريق الشاشة نفسها. وأسفل الشاشة عندنا نظام التكييف، يكون منطقة واحدة لأن السيارة أصلا صغيرة ما تحتاج دول زون أو مناخين منفصلين. عندنا تحكم في التكييف شوي مختلف عن السيارات الثانية. عندك هنا الأوتو أو أنك تلفها زيادة، إذا لفيتها زيادة أنت اللي تتحكم في الهواء، أو أنك ترده على أول لفة يكون أوتو بالكامل. وعن طريق التحكم في الفرار هذا أو القرص تقدر تتحكم في التكييف ودرجة حرارة التكييف بشكل أوتوماتيكي. أيضا حتى اتجاه الهواء يكون أوتو أو أنت تعدله وتخليه دائما فوق. عندنا اليو اس بي تايب سي وتايب اي موجود تحت، وفي مكان تخزين للهواتف الذكية مع الربر المقاوم اللي يخلي يثبت التلفون بشكل ممتاز. طبعا ما عندك شحن الوايرلس. والكونسول الوسط يكون من الجلد بالكامل مع التطريز هذا كامل للكونسول هذا، صراحة جميل جدا طالعة. ايضا هني حق الركب يكون مريح، مو يكون من الهارد بلاستيك او شيء، فمبطنينه من الجلد. عندك زر التشغيل مثل ما قلت لكم هني، هذا هو التحكم في الجير بالكامل كهربائي. تضغط هني الزر يصير بارك او ترجعه، تضغط البريك وترجعه للاخر يكون دي. في حال انك تحطه على الان فقط انك ترفع بدون ضغط على الزر، اذا ضغطت على الزر راح يحولك على الار على طول.
اضغط الزر هذا يرد يكون دي بي. تبي تحوله الى جير عادي اللي هو جير عادي كامل، ترده الى الاخر راح تحول وياك الى الجير عادي. واذا تبي ترده على الان فقط تضغط الزر شوي بس، لان في طقتين اذا ضغطت للاخر راح يروح على حرف الار اللي هو الرجوع الى الخلف. زر هذا يتحكم في نمط القيادة درايف مود، عندك نمطين للقيادة، عندك السبورت وأيضا الستاندر. والسايد بريك ممتاز، عندنا يدوي بالكامل تحكم فيه عن طريق كل ما نعرف أن من السيارات السايد بريك أو فرامل الطوارئ تكون يدوية بالكامل. تسخين للمقاعد للأسف فقط تسخين، أيضا في عندك هني تبطل الدبة، وفي حامل للأكواب تمنى تكون فيه أسنان للتثبيت تكون أفضل، وهني في حامل اكواب ثاني. قبل الجيل السابق مشتكين من سالفه هذه، في حال انك رجعت هذه ايضا تقدر تبطله، للحين تقدر تفتح اللي هو سناده الوسطيه، تعتبر حجمها ممتاز. ايضا في عندك شحن او عفوا 12 فولت موجود بالنص هني، وعندك بالخلف هني مثل ما تشوفون رف للتخزين يكون مخفي، ايضا السايق فيه رف ايضا للتخزين بشكل ممتاز. الصندوق اللي داخل يكون فيه تخزن فيه أشياء، الجلد بالكامل الديكور كما قلت لكم، عندنا منظرة فيها تعتيم تلقائي، هني أنظمة سلامة بالكامل، هني تكون تقدر تحطها مع الباب أو لا، ما في مكان للنظارة. والشمسية عندنا تكون فيها إضاءة مثل ما تشوفون، أيضا تقدر تمدها عن طريق في قطعة بلاستيك هني مثل ما تشوفون للسائق والراكب. وبسم الله خلونا نبدأ تجربة قيادة. أول شيء نربط الحزام، بسم الله توكلنا على الله. وشيء هي من نظام السبورت حاليا، شوي الشارع هذا نطلع منه نجربها عدل. الصوت جميل، في اكتف ساوند عليها. سيارة فيها عزم ما شاء الله 475 نيوتن متر على سيارة صغيرة، ممتازة جدا، 400 حصان تعتبر ممتازة جدا. نظام القيادة فيها جميل جدا من ناحية ان السيارة كاستخدام يومي تعتبر جميلة، اذا حولتها ستاندر راح شوي يغير غيارات يعطيك اريحية اكثر، الجير يكون من 9 سرعات، فيعتبر في الخط الطويل ممتاز جدا. حاليا عدد دورات محرك 1.7 تقريبا على ممشى 100 كيلومتر، فيعتبر ممتاز جدا. نظام التعليق ما اقول لك قاسي جدا ولا هو يكون مريح بالكامل، لا اكيد نظام سبورت شوي يكون خشن على اساس يعطيك حده في المنعطفات بشكل ممتاز. كاستعمال يومي السيارة تصلح وبقوة من ناحية الاستعمال اليومي. ونظام التعليق مثل ما قلت لكم بالأمام دبل وشبون، بالخلف يكون مالتي لينك وتعدد الوصلات. العزل أعتقد والله أعلم لأن مجرب السوبرا قبل سنتين أو 3 سنين، مقارب إذا ما كان أفضل من تويوتا سوبرا. تويوتا سوبرا حسيت فيه صوت كان هنا على الاي بيلر هنا، كان فيه نفس البافرينج ساوند أو النظام، كأنه صوت ما ادري شلون صاير، ما ادري شلون اوصفها لكم، لكن هذه ما شاء الله العزل فيها حتى العزل الارضي يعتبر مقبول بالنسبه لسياره سبورت. من انظمه السلام الموجوده في السياره من رادار متفاعل ذكي مثل ما تشوفون في العداد، اقدر اني احدد المسافه بيني وبين السيارات بالامام، في النقاط العمياء موجوده عن طريق الاي بيلر موجود هنا او العمود الاي، فتعتبر ممتازه. التكييف فتحته ممتازه جدا موجوده على الجنب هنا موجهه للسائق بشكل ممتاز. بشكل عام الكوكبت ونيسان كونكت اللي هو شاشة
لافة شوي صوب السايق. الاعدادات ما شاء الله واضحة جدا، دقتها ممتازة. عجلة القيادة جميلة جدا، السماكة فيها مدروسة ما شاء الله، تعتبر ممتازة. ايضا شكل رياضي جميل جدا، زين ما حطوا فلات دي شيب، ما احب بصراحة دي شيب من الاسفل. خلونا نجرب التسارع مع بعض. ما شاء الله، خلونا نجربها بالمنعطفات. المنعطفات ما شاء الله تعتبر سيارة فيها شوي بودي رولينج، لكن تعتبر ممتازة، متعاملة مع المنعطفات بشكل ممتاز. شوف السبورت يتغير، تغير شخصيتها شوي السيارة، تصير تحكر على الجير وتمسك الجير، ما تغير بسرعة، تغير كليا. الصوت يتغير بعد. الاوتوماتيك غير الاوتوماتيك يدخل صوت داخل السيارة، يعطيها صوت اقوى من الصوت من الجير عادي. ما شاء الله تبارك الله. الخلاصة من تجربة القيادة، اقدر اقول لكم السيارة تقدر تستخدمها استخدام يومي بكل اريحية، ما عندك اي مشكلة، حتى في نظام المطبات عندنا والاشياء هذه ما عندك باذن الله اي مشكلة، لكن تدير بالك على نظام الحفر اللي عندنا، نظام الحفر صار نظام اسمه، بس اتمنى انك يعني تكون تخاف عليها من ناحية المطبات. الحفر المطبات ان شاء الله ما عندك مشكلة، الحفر تحاول انك تجنبها قد ما تقدر، لان عندك البروفايل 35 خصوصا اللي ورا، اللي بالامام ايضا 40، ف اي حفره ممكن يروح ياك التاير لا سمح الله ويتعور حتى الرنج بسرعه. فهذا مو من عيوب السياره، هذا من عيوب شوارعنا للاسف، لكن كاستعمال يومي السياره جميله جدا من ناحيه الاستعمال، وفيها قوه اذا حولتها الى نظام السبورت تغير شخصيتها بشكل كامل. فهذه خلاصه من تجربه، تكون سياره استخدام يومي ما عندك باذن الله اي مشكله، في حال انك تروح فيها حلبه ايضا ما عندك مشكله، تقدر تدش فيها حلبه وتستانس بالسياره. سياره ممتعه، من امتع السيارات اللي جربتها في القناه. في نهايه المقطع حاب اشكركم على المتابعه الى الدقيقه هذا من المقطع، اتمنى تكون نالت على رضاكم وعرفت كل المعلومات اللي تبيها عن نيسان زد الجديده. حياكم الله، وشكر خاص موصول لنيسان الباطين على توفير السياره التجربه بشكل كامل. شكرا على المتابعه.